انا ما عنديش لبس، دي الكلمه يعني او الراعي الرسمي لكل بنت ولكل ست وانا بما فيهم انا يعني الحقيقه. وبنلاقي ان الدولاب اصلا هيقع من كتر اللبس اللي موجود فيه. طب ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا مش عارفين ننظم اللبس بطريقه صح، مش عارفين نحط ايه على ايه، وبنستسهل الحاجه اللي بتبقى على طول في وشنا وبناخدها، وبتلاقينا على طول معلقين على اوتفيت او طقم واحد. طيب هنعمل ايه؟ ده اللي احنا النهارده هنعمله او هنعرفه لحضراتكم في فقرتنا مع الستايلست ياسمين عيد. اهلا بيكي ياسمين. هاي نرمين، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. جايبه حاجات حلوه ولطيفه وحاجات جميله. بس اهم حاجه بقى عايزين كده نعرف كل الناس اللي بتتفرجوا علينا بما فيهم انا، هتعلم منك ايه اهم القطع او البيسز اللي المفروض تكون موجوده في الدولاب عندي. بصي، اهم حاجه تكون موجوده في الدولاب عندنا اول حاجه نبتدي بيها هي البنطلون الجينز. طبعا ده حاجه ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها خالص. أوكي. البنطلون الجينز قطعه اساسيه في دولاب كل واحده، بس لازم يكون وانا بختاره يكون مريح لشكل جسمي. وكمان يكون هاي ويست. انا من الناس اللي بتفضل الهاي ويست. أيوة كمان جدا، عشان جداً احنا عندنا جداً. طبعا عارفين احنا ما عندناش كرش خالص. مفيش. عايز اقول لك ان الهاي ويست كمان بالظبط بيعمل ويست حلو جدا، بيصغر الويست، بيطول الرجلين. بيعمل شكل حلو جدا للشيب بتاع الجسم. وطالع يعني بقى كذا حاجه، يعني السلام والمام فات والوايد ليج والحاجات. أيوة الكتيره بالزبط. دي كل الحاجات دي لازم. البنطلون الجينز بالنسبه لي اساسي اساسي جدا في اي دولاب بنت. ده اول حاجه نتكلم عليها. تاني حاجه بقى نتكلم عليها هي البيزك الابيض. طبعا دي حاجه اساسيه طبعا مع الشنطه الكبيره. طبعا الشنطه الكبيره دي بتشيل بلاوي. البيزك الابيض بالنسبه لي حاجه اساسيه جدا. على كورديجن، على شميز مفتوح، على اي حاجه لازم بيزك ابيض. أيوة ساعات اصلا بنلبسه لوحده لو انت مش محجبه بالزبط. وبتنزلي البيزك الابيض شيء اساسي جدا برده لازم يكون في الدولاب. دي تاني حاجه معانا. تمام. أوكي. تالت حاجه برشحها هي برده الشميز. ده لا غنى عنه برضه. طبعا لا غنى عنه خالص. الشميز كمان بيتلبس من اكتر من طريقه، يعني احنا ممكن نلبسه على بنطلون كلاسيك بقى فورمال. على جينز وكوتشي بقى كاجوال، ونفتحه ونلبس تحتيه تي شيرت لطيف جدا. بيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا. وفي ناس دلوقتي بشوفها بتلبسه يعني زي كاشمايو بالظبط. بيلبسوه برضو كده على البحر. أيوة. الشميز الابيض بصي لا غنى عنه ايا كان هو لونه، ابيض اسود، بس الشميز عامه قطعه اساسيه برضو معانا في الدولاب. تمام. دي ثالث حاجه انا برشحها لازم دول تكون الحاجات الاساسيه. دول طيب. الثلاث حاجات الاساسيه حلوة. اللي لازم تكون معانا. اوضب بقى دولابي او الدريسنج ازاي؟ مش كل الناس عندها دريسنج صح، بس كل الناس عندها دولاب. اكيد دولاب بقى كبير، دولاب صغير، فازاي انا اقدر اوضب الدولاب بتاعي علشان ما استسهلش من فوق الوش واروح واخده البيس؟ لا دي فعلا دي غلطه احنا بنقع فيها. بصي اول حاجه لازم الاول افصل هدوم البيت عن هدوم الخروج. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يبقى في الرف اللي عندي اللي هو اللي فوق في الدولاب، لازم ده اعمل رف كده بعيد عن ايدي في الحاجات اللي انا مش بستخدمها، تلم بقى من الايه، من الكراكيب اللي بتبقى في الدولاب. يعني احنا مثلا في الصيف بحط الشتوي فوق والعكس. تمام. الحاجات اللي انا مش بستخدمها او اللي انا مش محتاجاها قوي بحطها فوق. وتالت حاجه ان انا بحب ان انا كتر التعليق على الدواليب بيخليني شايفه الحاجه قدامي. أيوة. فغير لما الحاجه تبقى متطبقه. انا بحب جدا الحاجه أيوة. تبقى متعلقه. ايه ده انا ماشيه صح والله. أيوة. انت كده صح. تمام. لما بلاقي الحاجه متعلقه ببقى عارفه ايه ده انا عندي ده انا عندي ايه ده. في حاجات ممكن تبقى متطبقه تبقي اصلا انت ناسياها. تمام. فان انا بظبط الدولاب في التعليق عامه في الشماعات، ببتدي اعلق من اللون الفاتح للغامق، ده بيدي شكل الدولاب حلو جدا جدا لو علقت كده. هدوم البيت بنظمها. اخر حاجه واهم حاجه في تنظيم الدولاب اتخلص من الكراكيب اول باول. الحاجات اللي مش بنلبسها ممكن نتبرع بيها. ممكن مثلا انت تعملي بصي الموضه بتتغير، الشكل الجسم بيتغير. مش كل سنه احنا زي صح. ما احنا صح. فهماني؟ فاللي هو لازم على الاقل اتخلص من الحاجات دي اول باول. انا ممكن اتبرع بيها لاي حد، ممكن اديها لحد غلبان، ممكن ارميها. عامه اتخلصي من الحاجات اللي انت مش محتاجاها علشان هتلاقي الدولاب ما بقاش مكاكب. دي مأساتنا كلنا عارفه. واحنا بنطلع مأساتي انا كمان الشخصيه، بطلع من الصيفي للشتوي او الشتوي للصيفي. والله هو ممكن أيوة بتخليها وما يعني بخليها بتعمل لي كركبه، بتعمل لك كركبه وما بتلبسيهاش. ما بلبسهاش وانا بقى جايه بدخل الشتوي مثلا اقول ايه، طب ما انا خلاص يعني هوديها لحد أيوة حد اللي بتساعدني في البيت او زي ما انت بتقولي لحد غلبان بتاع. ايوه صح. ففي الاخر يا جماعه بنضطر ان احنا برضو بنستغنى عنها، بنسيبها يعني. وبرضو في الاخر ما بنلبسهاش. لا وانا بعمل حاجه كمان لطيفه بصراحه، يعني قولي لي لو انا صح ولا غلط. أوكي. انا عندي دريسنج. اوكي. بعمل مثلا عامله جزء مثلا ده لبس البيت.
تمام. وده جزء تاني التيشيرت اللي أيوة. بتاعت النزول الصبح والتيشيرت بتاعت الخروج بالليل. برافو يعني عليك. انا تمام. بتعرفي تقسمي بتعملي فاميلي عشان ابقى عارفه انا رايحه الكورنر ده بتاع كذا، الكورنر ده بتاع كذا. أيوة. اللي ما عندوش دريسنج يا جماعه دولاب. الدولاب وكمان انا برضو لو كترت من الرفوف، حتى لو انا مش مملوكه ان انا اعلق، لو كترت من الرفوف الخشب عامه هيبقى حلو جدا. الحاجات كمان المكويه، التيشيرت، الشميزات، حاجات تيجي من المكوى تتحط على طول الطبق هتبقى حلو جدا برضو معايا. وبرضو التيشيرت القطن عامه برضو حاجه عمي. عمليه جدا فوق ما تتخيلي، تحفه. بصي التيشيرت بيبقى الاوفر سايز عامه اصلا موضه جدا وترند جدا السنه دي علشان مريح. ده انا عايزه اقول لك بقى ان انا اكتشفت او لقيت حاجه، ان في واحده صاحبتي بتلبس لبس جوزها الحاجات اللي هي التيشيرت. ما هو فعلا ما هو اليوم ساكس دلوقتي بقى ترند برضو. ايوه صح. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا برضو بلبس السويت شيرتات بقى بتاعت جوزي في الشتاء. اوفر سايز عليا وشكلها تحفه. طب والله بتبقى حلوه جدا. ايوه بصي دلوقتي برضو بقى في الترند اللي طالع اليوني ساكس ده، ان انت ينفع تلبسي الحاجات بقت متشابهه. يعني تيشرت ابيض اوفر سايز، انا ممكن يبقى عليا اوفر سايز وعليه هو سليم شكله حلو وبتاع، فاللي هو لا احنا ينفع نلبس مع بعض عادي جدا.